مرحبا ريبا. عفورة اذكر النهضة شيء دكتور. ارجع من نقطة. ايدك يا بوس أمي. ايدك لبوس أمر تعمي. ما تعملنا ناكل شو طبخينا؟ سبقوني على الأوضة بتاكل هم قلبي روح. فيسون. نعم ماما. حيني. شوفي. مرت عمي هيطالية ما لقيتي غير الهيطالية لا إلي شي شغلة معتبرة. لك يا دب أنا أخذ بعين الاعتبار الديسك اللي معك قدراتك ما بتسمح أكثر من هيك. أنا شهاد عمومي ما عندي وخصوصي على السرفيس ممنوع. مين سألك خصوصي ولا عمومي أنت كمان ما حدا عم يسأل. بلكي حدا سألني. اعمل مثل ما عم يعملوا كل هالشوفيرية. شو عم يعملوا؟ لك 100 شوفير على الخط اسألهم اللي عم تسألني. أنا من بكرة الصبح بخلص المادة اللي علي وبروح على الشغل مليت من القعدة بالبيت. وين بدك تشتغلي؟ عند الدكتور وحيد أستاذنا بالجامعة صار أكثر من 100 مرة طالبني أشتغل عنده. وأنا أمي إجا بدك يعني أرجع على الشغل بدك تحكي لي مع المشغل لأنه ما عاد إلي عين أرجع بعد ما تركته. حكيت لك معه من بكرة الصبح بتقدري تروحي. بس مرت عمي نحن اتفقنا بعد ما أتجوز أنا وهيفاء ما تشتغل تقعد بالبيت. حجاج كل شيء توقعته منك إلا هالشغلة. المرأة نصف المجتمع لازم تشتغل. المجتمع اللي فيه النسوان ما بيشتغلوا وعاطلين عن العمل بيكون مجتمع مصاب بشلل نصفي. بعصرنا الحالي ما بيجوز المرأة والرجل يقعدوا بلا شغل، لازم يشتغلوا. خلاص 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 اشحاط فرام نقطة انتهى. تفضل عمو عجاج. روح عمي روح بدنا ناخذ منك درويش الله معاك. كتر خيرك عمو عجاج. هيطالية بالسمن هيطالية بالسمن بريمو بريمو. مرحبا عجاج. اهلين 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 عمي بخصك. تفضل حلي سنونا. لا انا جاي عاتبك اذا بدي اخذ منك هيطالية بطل عاتبك لانه طعم الدم بتستحي العين. لا انت بتمون على هالشوارب هدول عاتبني تفضل. لك يا منصور انت بتعرف انه هلا وقت قيلوله يعني الواحد بيشتهي تغط عينه شوي بقى. ليش عمك زعيم عم تخلينا ننام مثل بوم الشو؟ بدنا نسترزع عمي ابو غصن. شو عم نعمل؟ انا ما ضبط انك تترزع بس وطي صوتك شوي صغيره مشان نعرف ننام لك عجاج. بعدين بدي اسالك مشان البريمو تبعك. خير عمي ابو غصن؟ انا وام غصن رح تصل للطلاق بيناتنا مشان البريمو تبعك. انا بقول لها انه البريمو ماركه سمنه هي بتقول لي لا. ما شفت اغبى من هيك حرمه بحياتي كلها. لا ما كتسمني ولا شيء بس انا هيك بضل نادي بريمو بريمو حمودي بريمو بريمو مشان يجوا بس يجوا ما بيلاقوا بريمو بريمو حمودي بيلاقوا هيطاليه بيشتروا مني مساك. هلا باخد السمنه مهدرجه ولا مو مهدرجه؟ هي اللي مهدرجه. شو انا بستعمل سمنه مغشوشه؟ مهدرجه يعني ما بتسوى لانه ما بتدوب الا بدرجه حراره 44 وحراره الجسم 37 لذلك كلها بتطيرس بسقف الحلق وبعدين كله بيعلى على الاوعيه. الاوعيه مسيك لك كله مكتوب هون بالورقه الصيطه من الجريده اقرا وشوف. مسيك لك هي حقطعه الهيطاليه. الله يسامحك معقول اخذ منك مصاري يعني؟ ما بصير ما بصير يا عجاج. هلا وقت بكون معزوم على بيتك ضل طعميني حتى انسطيح بس هون لا. هات شغل رجع المصاري على جدك على 57 سنه يا خلص الله الله عشان طب الله خلص على مهلك عجاج. خلص ما اعطيك حقها بس اعطيني قطعه واحده بمصاري مشان ياخذها لام غصن لحتى تعرف كيف بيطبخوا الهيطاليه. ماشي لام غصن وللاولاد كمان بمصاري. بلا مصاري مصاري رجع بمصاري اي مصاري لك عجاج. خلص الدنيا راحت يا مهلك ولا ما رجع لك ما بيصير. انت ليش قاعد هون؟ ما مشان تسترزع؟ مشان استرزع بس مو منك. شو شايفني بلا عصر؟ كتر الله خيرك اعطيني لك انا الهيطالية. سيك يسلموا يا عجاج يا ادمي.